من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. ولسه مستمرين مع طبعا لقاءاتنا مع نجوم النادي الاهلي بعد فوزهم على فريق اسبوار الكونغولي. ومعي بقى في هذه اللحظات زي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم احد نجوم المباراه كابتن محمد محسن. ده طبعا الف مبروك الفوز في المباراه النهارده. عايزك بقى تكلمني على المباراه، عارفين انه اكيد في ضغط من المباريات بين كل مباراه ومباراه مش بيكون في وقت كبير، فعايزك تكلمني على المباراه النهارده. طبعا الحمد لله، اللهم لك الف حمد وشكر على المكسب النهارده. ماتش مكسب مهم جدا طبعا، بنلعب فرقه محترمه. البطوله دي طبعا استعدنا لها كويس جدا، خصوصا احنا خارجين بعد مكسب دوري ومكسب سوبر. كنا مارين بضغوطات جامده جدا من اول الموسم، جالنا جهاز فني جديد بجد مستر فرناندو والجهاز المعاون ليه، حطينا سيستم من اول البطوله ومن اول قصدي الموسم، وعاهدنا نفسنا ان شاء الله ناخد نحقق كل البطولات. فطبعا احنا البطوله دي صعبه لان احنا بتقعد على ارضنا وسط جمهورنا طبعا، اللي انا طبعا انا بعاتب الجمهور طبعا، صعب جدا المنظر وحش جدا طبعا، البطوله على ارضنا ما فيش اي جمهور طبعا. فان شاء الله انا بتمنى، يعني انا بتمنى اللي هم يحضروا الماتش اللي جاي، خصوصا الماتش اللي جاي صعبه جدا، هنلاعب فرقه قويه جدا. طبعا زي حضرتك ما قلتي طبعا الماتشات ما فيش ايام راحه خالص، كل يوم بنلعب ماتش، بس الحمد لله معانا طبعا جهاز طبي محترم، بنعمل ريكفري بعد كل مباراه عشان نستعد للمباراه اللي بعدها. وببارك لي طبعا الجمهور ومجلس الاداره على مكسب النهارده ان شاء الله. يعني زي ما حضرتك قلت يا كابتن، عندكم بكره مباراه مهمه امام فريق الشرطه الرواندي، احنا خلاص دخلنا في مرحله النوك اوت، كل مباراه لازم تفوزوا فيها اشبق بالفاينل، فعايز اعرف هتستعدوا زي المباراه غدا. لا هو حضرتك من السيستم اصلا اللي محطوط من الجهاز الفني طبعا لينا من اول الموسم، ان كل مباراه نلعبها هي مباراه كاس من اول الموسم اصلا، حتى لو بنلعب يعني اقل فرقه يعني هي دي اكنها مباراه كاس، المغلوب طالع. فاحنا من السنه دي واخدين كل مباريات جد، الجهاز الفني مجهز كل اللعيبه، ال 18 لعيب احنا مسجلين 14 لعيب وبيسجل مصر 14 لعيب، بس لو جبت اي حد من بره هيلعب زيه زي اللي جوه بالظبط. فاحنا السنه دي الحمد لله الفرقه قويه جدا، الناس كلها جاهزه طبعا انها لما تنزل الملعب في اي وقت تادي زيها زي اللي موجود في الملعب. فطبعا احنا عدينا النهارده طبعا دور ال 16، كنا بنلعب فرقه كويسه جدا فيهم بعض العناصر الموجوده في منتخب الكونغو، ان شاء الله زي ما حضرتك قلت هنلاعب فرقه من رواندا فيها برضو اربع عناصر من منتخب رواندا، فرقه قويه جدا ان شاء الله هنقدر نستعد لها ان شاء الله، هنعمل ريكفري النهارده ان شاء الله بعد شويه كده، وهنقدر نستعد للفرقه، نفعل الفيديوهات بتاعتها وهنشوف نقاط الضعف بتاع الفرقه وهنقدر نستغلها ان شاء الله الماتش الجاي ونكسب ان شاء الله باذن الله. يعني كمان في دافع اكيد قوي جدا وهو انه الفائز في هذه البطوله يتاهل لكاس العالم للانديه، ويمكن طبعا ده اكيد نقطه اضافيه لانه انتم من البدايه محددين انتم ان شاء الله تفوزوا في جميع البطولات، لكن اكيد ده بيكون دافع قوي ايضا. طبعا زي ما حضرتك ما قلت طبعا البطوله دي مهمه جدا، يعني غير انها مؤهله لبطوله عالم الانديه اللي هي على ارضنا، فما ينفعش طبعا نخسر البطوله دي على ارضنا، ان شاء الله هنكسب البطوله دي ان شاء الله ونقدر نفرح الجمهور ونفرح مجلس الاداره، لان احنا تعبنا قوي السنه دي، الجيل ده اللي موجود او الفرقه الموجوده دي فرقه محترمه جدا جدا جدا، الفرقه كلها على اعلى مستوى، الناس كلها بتحب بعض، كله بيتمنى الخير للناس كلها، فان شاء الله باذن الله ربنا ان شاء الله هيكافئنا خير ان شاء الله ونلعب موجودين في بطوله عالم ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا، ان شاء الله نكون بنحتفل بعد تتويجكم بالبطوله ان شاء الله باذن الله، بوعدك بتاني ان شاء الله. شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع احد نجوم المباراه كابتن محمد محسن، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.